واحد بيقول ما هو القداس الحبشي ومن وضعه. انا قلت في الكليه الاكليريكيه ان ابونا مرقس داوود الله ينيح نفسه ترجم القداسات الحبشيه 14 قداس، فما فيش قداس واحد اسمه القداس الحبشي، في قداسات كثيره جدا. واحد بيقول كيف اعرف ان توبتي قد غفرت؟ هو كل ما يكون قلبك مستريح من جوه وضميرك مستريح ويتقري لك التحليل كفاية تنبصر بكده، لكن هتقعد تشك وتقول خطيتي غفرت ولا ما غفرتش هتتعب روحك.